السلام عليكم شباب متابعين قناة مستر كريبتو. أيهما أفضل التداول الفوركس ولا الكريبتو؟ طبعا راح أتكلم عن هذا الموضوع بشفافية كاملة مع استعراض صفقاتي. هاي قناتي وهذا حسابي الرسمي، حسابي الرسمي اللي أنا بتداول فيه شخصيا. مثل ما شايفين أمامكم هاي أرباحي بالفترة الماضية. طبعا الأرباح عالية جدا، رغم أنه رأس مالي كان لا يتجاوز تقريبا 100 دولار، قدرت أحقق تقريبا 3000 دولار خلال فترة قصيرة جدا. بعدها فضيت حسابي لظروف خاصة، فضيت حسابي وهلا بدي ارجع اتداول من اول وجديد مبلغ صغير. انا بتبع استراتيجية مهمة اني ابدأ بمبلغ صغير، كبر هالمبلغ الصغير هذا الى حد معين وبعدها خرج الارباح وسيل فلوسي. طبعا اكبر غلط انه يكون عندك مبالغ انت بحاجتها داخل حسابك على امل انه انت بتشتغل بهاي المبالغ حتى تعوض جزء من خساراتك السابقة او توفي ديونك. في اشخاص بعرفهم باعوا سياراتهم، باعوا بيوتهم، باعوا كثير اشياء ثمينة حتى يتداولوا بالاخير بيخسروها. انا ضد هاي الاستراتيجية. انا الاستراتيجية المهم بالنسبة لي انه الدولار، انه تسيل دولار افضل 100 مرة انه انت تدخل دولار الى المنصات بطرق عشوائية بدون دراسة لحسابك، بدون دراسة لصفقاتك وتخسر بشكل عشوائي، وهذا الشيء بيسبب لك افلاس بالمستقبل. طيب انا مثل ما حكيت لكم بسيل فلوسي اول باول، وبعدها ببدأ بمبالغ صغيرة من 100 دولار بقدر احولها ل 1000 دولار خلال فترة قياسية. انا خلال الفترة الماضية حققت تقريبا 3500 دولار من رأس مال لا يتجاوز 100 او 200 دولار. كنت استعمل استراتيجية انه كل 100 دولار وصلها ل 1000 دولار بعدها سيل فلوسي. هاي هي الاستراتيجية انا بتبعها شخصيا، وهلأ جيت اشرح لكم اهم الطرق اللي حتى تسيلوا او حتى تستخدموا نفس هاي الاستراتيجية. اولا انا ببتعد بشكل كامل عن التداول منصات العملات المشفرة اللي بيكون فيها رسوم عالية جدا. ممكن انت تدخل على عملة رقمية تلاقي محقق ارباح وفوليوم عالي جدا، لكن تدفع عمولة للمنصات اكبر بكثير من المرابح اللي انت عم تحققها. مثل عملة التي ار بي لما وصلت لسعر 600 دولار كانت الرسوم عالية جدا، دخلت بمبلغ تقريبا 1000 دولار. هذا المبلغ 1000 دولار حقق منها مربح تقريبا 500 دولار، لكن لقيت حالي انه انا دفع رسوم اكثر من 600 دولار. هاي النقطة اللي خلتني ابتعد عن سوق العملات المشفرة، وابتعدت بشكل نهائي عن الاسواق او عن منصات المركزية. انا حاليا بتعامل ببروكر. هذا البروكر هو عبارة عن نقل سعري من بورصة عالمية، مثل بروكر اكسنس بينقل الاسعار من بورصات بعد ادراج البيتكوين، ضافوا عملة البيتكوين، وحاليا عندي ذهب. انا بستخدم اصلين فقط تداول هم البيتكوين والذهب، اهم اصلين، ما في عندي اي مخاطرة اني اتداول على هاي الاصلين. طبعا طريقة التداول سهلة جدا، مثل ما شايفين امامكم الواجهة بسيطة جدا، وحتى على التليفون الواجهة بسيطة. كل علي حدد قيمة اللوت. انا فتحت حساب تجريبي حتى اوضح لكم الصفقات. اولا بحدد اتجاه العملة. اذا كان انا برأيي الذهب في حالة هبوط فانا بختار الشورت او البيع، بحدد قيمة اللوت. خلوني افهمكم شو هو اللوت. اولا واحد لوت بيساوي مربح 10 دولار على كل نقطة. النقطة هي بتكون الرقم الخامس بالاصل. لهيك انا على الذهب في حال دخلت بواحد لوت، فانا على كل تحرك بالرقم الخامس اذا تحرك مثلا من الواحد الى الاثنين بربح 10 دولار. الرقم الرابع بيكون نقطة العاشرة، في حال تحرك 10 نقاط بربح 100 دولار. يعني انا دخلت بال2021، في حال نزول الذهب الى 2020 فانا بربح تقريبا 100 دولار اذا كان معي واحد لوت. طبعا الواحد لوت بيحتاج راس مال ما بين 10000 الى 20000 دولار، والدخول لازم يكون مدروس من مناطق مدروسة جدا. طيب اما بالنسبة للوت، خليني افهمكم اللوت كمان طريقة ابسط. 0.01 على الذهب بيساوي اونصة كاملة. مثل ما بنعرف سعر الاونصة 2021 دولار، فانا لما بدخل ب0.01 كل ارتفاع 1 دولار بربح 1 دولار. اما اذا دخلت 0.10 فانا كل تحرك دولار بربح 10 دولار، كل تحرك 10 دولار على الذهب بربح 100 دولار. اما الواحد لوت كل تحرك دولار بربح تقريبا 100 دولار، كل 10 دولار بربح تقريبا 1000 دولار. لهيك انا بحتاج راس مال كبير لحتى اعرف وين مناطق سبايكي، وين الخطوره تكمن عندي. طيب خلوني اوضح لكم نقطة تانية. هذا الحساب اسلامي 100%، يعني اذا بتشوف امامك عندي بهالمربع الصغير عندي خانة اسمها السبريد. سبريد بيساوي 20 سنت، وهو فرق بين الشراء والبيع. اذا بنقرب الصور امامكم بتشوفوا عندي عند السعر عندي خانتين،
او عندي خطين، لا الشراء لا البيع. فانت لما تدخل بصفقة شورت سعر دخولك بيكون اعلى، لما تدخل بصفقة لونج سعر دخولك بيكون اقل. هذا الفرق السعري هو رسوم المنصة، بيتاخد لمرة واحدة فقط. مجرد ما تدفع رسوم لا المنصة لأول فتحة للصفقة، فأنت ما بقى تدفع رسوم نهائيا إلى حين إغلاق الصفقة وفتح الصفقة من أول وجديد. يعني أنا دخلت صفقة دفعت الـ20 سنت اللي هي الرسوم الخاصة فيني، بعد ما أدفع الرسوم الخاصة فيني إن شاء الله تم الصفقة فيتحقق سنة كاملة ما بياخدوا مني أي رسوم. هذا الشيء عكس المنصات المركزية اللي ممكن تدفع رسوم وتوصل إلى قيمة رأس مالك بشكل كامل، تدفع رسوم في حال كان الرسوم مرتفعة عندك. اما بالنسبه للوت للبيتكوين، كمان البيتكوين بالمنصه اكسس بتعامل باللوت، فانا لما بدخل بواحد لوت على البيتكوين كاني اخذت قطعه بيتكوين كامله، مربح وخساره قطعه البيتكوين. يعني انا معي مثلا 40,000 دولار، دخلت البيتكوين وكل 100 دولار بينزل البيتكوين بخساره بحسابي، يعني انا اخذت قطعه بيتكوين كامله. هذا الشيء ما بيعني انه انا لازم يكون معي اكثر من 40,000 دولار حتى اخذ قطعه بيتكوين، بكفي اني اخذ 1000 دولار او 2000 دولار لافتح واحد لوت. هاي هو الميزة الرائعة بمنصة اكسنس، يعني بدل باخذ قطعة بيتكوين حتى لو كان رأس مالي قليل. لهيك لازم انت تراعي قيمة اللوت مع قيمة رأس مالك، وفتح الصفقات واغلاقها سهل وسريع جدا. هيك انا فتحت عندي صفقة بقيمة واحد لوت، مجرد ما ادخل الربح مثل ما شفتوا انا فتحت الصفقة، فتحت خسارة دغري 50 دولار. هذا الخسارة هي الرسوم اللي انا دفعتها للمنصة. طبعا انا ما دفعت 50 دولار رسوم، انا مجرد ما ادخل الربح رأس مالي بيرجع كامل بالنسبة لإلي، مجرد ما ادخل الربح رأس مالي بيرجع كامل، لكن بعدولي شوي سعر الدخول اللي هو سبريد. هذا هو رسوم منصة، انت لما بتسكر صفقتك على ربح فانت بينخصم منك رسوم اللي دفعتها للمنصة. واغلاق صفقات كمان سهل جدا جدا، يعني مثل ما شايفين امامكم انا خليني افتح صفقة شورت على الذهب بقيمة 0.10، بضغط شورت. انا هيك فتحت عندي صفقة، مجرد ما ادخل الربح دخلت انا الربح بقيمة 1 دولار، بسكر انا اخذت المبلغ بشكل كامل ومضاف بحسابي. هاي الميزة جميلة جدا بمنصة اكسنس، انه اغلاق الصفقات وتعديل الاوردرات بيكون بشكل سريع. يعني انا دخلت صفقة شورت على الذهب، بحدد اوردر انه يبيع لي على 2010 دولار، مربح 93 دولار، بكبس تعديل الامر انا هيك تفعل عندي الاوردر. طبعا اوامر سريعة جدا، ما في حاجة يكون الانترنت عندك قوي كتير حتى تحصل على هاي السلاسة وهاي السرعة في الصفقات. مثل ما بتعرفوا انتم مرات لما تجي تغلق صفقة بسوق الكريبتو بيصير عندي خلل كبير وكتير مشاكل حتى يتم اغلاق الصفقة، وخاصة من المنصات اللي هي منصات مركزية بعيدة عن منصة باينانس. منصة باينانس ممكن تكون افضل المنصات من ناحية الكريبتو، لكن في منصات تانية ممكن تتعب المتداولين، لهيك بيبتعدوا عن التداول في سوق الكريبتو بسبب المشاكل اللي عم يعانوها من المنصات. مثل ما شايفين امامكم بقدر بضغطة زر واحدة باغلق الصفقة اللي فتحتها. هيك انا بكون وصلت لختام شرح منصة اكسنس، بتمنى هذا الشيء يكون وضح لكم شو الفرق بين المنصات اللامركزية والمنصات المركزية. بالنسبة لي انا بتداول فقط على منصة اكسنس، بعيد كل البعد عن منصات تانية مثل منصة باينانس، اوكي اكس، جيت اي او، كتير منصات تانية بعد ما جربتها بصراحة الخلل اللي عم شوفه بهاي المنصات عم يسبب خسارات كبيرة للمتداولين، وانا بعدت عنه بشكل كامل. كل اللي عليك واصعب شيء عليك بداخل هاي الواجهة انه تحفظ شو هو اللوت، مجرد ما تعرف شو هو اللوت رح تعرف وين تتداول. هيك وصلنا لنهاية الفيديو، انا برأيي سوق الفوركس اضمن واسرع واربح من سوق الكريبتو. مع السلامة، دمتم بخير.